على مسألة توجيهات الرئيس النهارده خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذة أسماء رفعت الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. كنت لسه بقول إنه توجيهات وقرارات الرئيس النهارده في منتهى الأهمية لتنشيط الصناعة وعدم خلق مناخ بطيء في النمو الاقتصادي، إلى أي مدى كلام المذيع صحيح؟ ولو غلط قولي غلط ما يهمكيش خالص. لا هو تمام طبعا، كلام حضرتك مظبوط، وده برضو بيصب في المصلحة العليا للدولة، سواء قرارات سياسية قرارات اقتصادية، هي كلها بتخدم هدف واحد. واحنا بالفعل بقالنا فترة طويلة من وقت الأزمات المتتالية اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي وبتنعكس أثرها على مصر، بنلاقي إن الدولة كل فترة بتطلع بمجموعة من القرارات بيكون هدفها إن هي بتيسر الأوضاع على المواطنين وبتحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة علشان في النهاية نزود معدلات الدخل القومي بتاعتنا ونعين المواطنين على إن هي تواجه الأزمات اللي بتحصل وأثرها السلبية اللي بتنعكس علينا. والقرار اللي صدر النهارده هو الحقيقه يعني زي ناتج عن متابعه جيده لنتائج قرارات كانت صدرت قبل كده بموضوع الاعتمادات المستنديه يعني. فالقرار النهارده بصراحه يعني ان شاء الله هتكون اثاره كويسه لمجتمع الاعمال بشكل عام وللمستوردين وطبعا المواطنين بقى في النهايه، لان المواد الخام اللي بيتم استيرادها هي في النهايه بتدخل في المنتج النهائي، واحنا طبعا في الاخر اللي بنشتريها احنا المستهلك النهائي. فلما نيسر على المستوردين ونقلل التكلفه بالنسبه لهم ونقلل التكاليف اللي بيتحملوها، ده بينعكس في النهايه على الاسعار وبينعكس بعد كده على المواطن المصري. طيب في سؤال تاني، القرارات اللي صدرت النهارده متعلقه كلها بس بمستلزمات الانتاج والمواد الخام والاوليه. بالظبط صح كده؟ عشان برضه حتى لا يذهب الظن عند البعض انه مساله كلام الرئيس حول الرجوع الى في هذه القرارات الى ما سبق يبقى بيشمل كل شيء. بالظبط. طيب المساله دي اظن كمان وصححيني، اظن هل من شانها انها تشجع اكتر على المزيد من الانتاج القابل للتصدير؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة. من حوالي أسبوعين كده في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، السيد الرئيس أصدر مجموعة من التوصيات، كان من ضمنها مجموعة توصيات اقتصادية. أيوة. جه منها توطين الصناعة المصرية. حلو. طيب إحنا دلوقتي عايزين ندعم الصناعة المصرية بتاعتنا، طب لو الصناعة المصرية عندنا بتعتمد على بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، وفي قرار مثلا يعني بيعطل شوية أو بيواجه المستوردين وهم بيستوردوا مستلزمات الإنتاج دي، إزاي هنقدر إن إحنا نشجع الصناعة المصرية أو إن إحنا نعمل توطين للصناعة المصرية؟ فهو القرارات كلها هي منظومه واحده وهو هدف صحيح. واحد وكله بيصب في النهايه على يعني حاجه واحده. فاحنا علشان نقدر ندعم الصناعه المصريه ونوفر الانتاج للمواطنين ويتبقى فائض للتصدير، والفائض دوت يعني تكون قيمته المضافه عاليه، يعني ما تبقاش مواد اوليه، احنا بالعكس بنستورد مواد اوليه وبنعمل عليها قيمه مضافه وبنرجع ان احنا يا اما نستهلكها يا اما نصدرها. فده طبعا قرار في النهايه هيصب في مصلحه النمو الاقتصادي والدخل القومي، لانه ده بيخفض من سعر بيخفض تكلفه الانتاج وبالتالي ياثر على سعر المنتج النهائي، ومن ثم اقدر ان انا اطرح حاجات في السوق المحلي وحاجات يبقى ليها سعر تنافسي وانا بصدرها. بالظبط كده، كل ما بنقلل التكاليف بينعكس ده على الاسعار، الاسعار بقى في النهايه سواء انت هتستهلكها في السوق المحلي بتاعك او هتصدرها كل ما كانت اقل، ده يبقى في مصلحه المستهلك النهائي. عظيم جدا، انا بشكرك جدا استاذه اسماء رفعت الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.